بصمات ما بقلبك علي ما بقلبك على هالقصة نتي عم تصير تغندري انت على مهلك اه حتى هاي عينك فيها صهر شوفي انت كتير بخيل اه والله العمى عزيفة جراد اذا فقعت بايدك ما بتفتح يخرب ذوقك شو مني قرب قرب لها قرب لها قرب شو مناسبة الحديث هلا معقول صهر ولو انا واختي بجيبنا من البيت لهون بجحش الدولة ايه مع اساس انتو بيت الرقرو ايه ما بتروحوا الا بالهليكوبتر وما بتجوا الا باليخت هيك مقضينا منيح اللي جبتك بجحش الدولة يا جحش هي شوفي مروان عمول معروف ما بريدك تحكي مع خي الوحيد بهالطريقة شايف النور طالع من شو من طيزة هي قوليها سمعيني اياها خلصنا بقى انا شايف شي تاني شو شايف بفوت على الحمام بيضرب بهالسيفون وبيصرف بهالميات خلصنا بقى احكي لك قدام الجماعة عشان من عند عدو قطولي هلا لي على دقيقة دقيقة ايه اوه خلينا نقعد هذه على من عمها مهلك قاعدة هي اختي ايه حبيبي شفتي بيتهم شو حلو للجماعة مش مثل ما قلت لي وحياة الله بعقد بعقد ليه بتنجلقوا هيك فرجل اختي شفتي بيتهم شو حلو وانت بتقولي له بعقد عم بقلبكم مثل كأنكم ما شايفين شيء بحياتكم ايه لانك ما مفرجينا شيء بحياتنا اه والله انت ما مفرجاكي شيء هي خيي ولا ماشي بيت خيكم صهر نعم خلينا نكون واضحين من اول الطريق ها شريف هاي البنت اللي جايين نطلبها اليوم مثل ما عم بقول لك بدي اياها لو نزلت السما على الارض لك انت ان شاء الله بينزل لك قرق بليله عرسك لاخلص منك وارتاح عصيره العرس كازانوفا افندي ايه انت وين ناوي تعملوا للعرس ما بقى انت شو بتقترح صهر بالمجرير ولا في احلى منا زلاغيت بيت الرقروقي طالع من المجرير لا انت منك ما ناوي ترجع ابو ظبي انت شو في بابو ظبي طبعا شو في بابو ظبي ما بتفكر فيها قاعد عندي 24 على 24 لشو لا توجع راسك وتفكر فيها عاد منيح ولا اي اي صهر نعم محققا شرف بالنسبه لمصاريف العرس ايه يلي بسمون نقوط وناولون شو بسموها نقوط وناولون ايه شو به نهار انا برايي ما كثير تفكر بالموضوع وتوجع راسك ايوه شو رايك شو رأيك تضرب إيدك عجايتك تعطيني يوم كاش أفضل؟ إيه طبعاً أنا كم عادل عندي؟ إيه؟ طبعاً شو لك؟ معلوم؟ إيه تعطى بوسك حي قلت لي نقوط وناولون وناولون بالنسبة للنقوط نعم صهر هاي النقوط لمروان؟ سكتي أنت يا مروان أما بالنسبة للناولون هاي الناولون يخرب بيتك خليني عم بعلفك أحسن بدي أعطيك يوم كاش إذا ما بفركش لك الجايزة يا عادل أنا ما بفهم لا شو بك إذا بخليك تتجوز مروان 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 أنا فرجيك أهلاً 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 فضل 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 ارتاحوا ارتاحوا فضل فضل ارتاحوا شو ارتاحوا زاركنا على كنبين نص متر وبتقلنا ارتاحوا يا أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً بس جري اهلا 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 خليني اعرفك على العائله ايه اهلا العائله الكريمه اختي رولا هلا مدام كيفك مسوار اهلا وصهري مروان اهلا اهلا تشرفنا صهري مروان ايه تشرفنا اكرم زلمه بالعالم ولا من قلبك ولا ما بتطلع يا اهلا وسهلا مسيو اديب نعم بقي لنا تالي العروس اي طيب منيح خلص بخشت لي خسرتي اهلين نشفي نشفي اهلين اكثر اكثر انفحت اهلين انفحت انفحت اهلا بعد بعد خلص صاروا سبعه اهلين ما ببلاش هون يا اهلا يا اهلا 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 بالعريس اهلا كيفك عريس الحمد لله كيفك انت عمو ماشي الحال الحمد لله عمو هلا انت قلت له عمو عم الدبر يخرب بيتك وسكتي يا صغيري وقفف ما مجايل انتو يا عمرك من عمره بتقول له عمو شفنا وعشنا ابن الرقروقي عم يفوت على بيوت بده يطلب بنات الناس ويتجوز بالاذن مروان حياتي نعم مو المعروف ما قلت لك انه اول مره عنده للزلمه عيب عيب انتو بتعرفوا العيب يا بيت الرقروقي اللي بطرقك على جوزتي بطرقك اياها يخرب بيتك ملا منخار عليك شو بيه منخار ولا عامل هيك شوف منخار قبل ما تحكي عمرو يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا اهلا بعريس ليك يا ابني خبرني انت كيف تعرفت عليها لبنتي على التليفون عمو منين عم التليفون لا منين عم التليفون انت معك تليفون لا لك منين عم التليفون تعالوا معه ده تفضل ايه تليفون البيت انا حاطط له قفل هالقد عنتر ما بيفتحه اصبح منين عم التليفون شو عم تقولي له ليه شو عندهم شوي بالبيت ما هي احكي لي عادي رح انجلي تحكي هلا قول منين عم التليفون من تليفون اختي سهر من تليفون اختك اخرى بس
وقت الواقعة حياتي. بس أفسر لك ما تفسرني أنا أفسرلك وأنا أقول كل ثلاث أربع أيام صار بدك ست سبع كروت التشريج الله يبعث لك مين يشرجك 36 ألف فولت يقبوك يقب شعرك يوقف طلوع يا مرضوح حبي قلبك عمي أخ يا أنا أصلا بنتي خبرتني أنه تعرفت عليك على التليفون بس قل لي أنت جاهز بالنسبة للزواج مثلا شو في قدامك شو في وراك كل لك هيدا لا قدامه ولا وراه مثل ما أنا عم بقلك ما تطلع فيه هيك أحسن مليحك بإيدي هيدي وليه هذا كل عمره قاعد بأبو ظبي صايع ضايع لا شغله ولا عمله زتوله ماي بيردي هونيك محل انت اكبر قدر وزحتوه وين بيطب عندي قاعد عندي 24 على 24 اكل شارب نايم الله لا يحطه بديار حدا قال شو في وراك وشو قدامك بقول له يعني ايه بس انا بنت معوده على الرفاهيه ايه كيف يعني يعني بدنا بيت يكون مطل على الجبل على البحر ارمي أنا عمو أكرم هذا هاتو عمك تشتوشو يا مرمان يا سوري بس مرمان لا 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 مش حسنك هاتو ما بيعرفكم حلو نسب قولي عادي مرمان قوم والله لشحشتكم خي سبتو سبتو لي شو عم نلعب مصارع قوم لي عادي قوم لقلك قوم عود هون قوم عود هون لا صور علي نعم إن شاء الله هيدا نفكره ابن أوناسيس لا بس شو منه يعني لك أي شو منه أنت هول بيت الرقروقي ما بتعرفهم هول كل عمرهم عايشين بكوخ الشاش مطعمتهم طعم الزبالة لفوق راسهم بتشم ريحتهم عن بعد سفر سنة كبر عقلك شو بدك بهالقصة يا عم وأنت الله لا يكبرك مش اللي خلقك العمى بقلبك عمي جوزي عصبي شوي بس صدقنا مزح مزح زغرت امك هلا عم بقلبك خسي منها لها بتفوت بتمي شفت قلت لك مزح يقبرني ان شاء الله بقبرك ما بقلبك عمي بس ما قلت لي ابني وين بدك تقعدها لبنتي وين بدك تسكنها هلا اول فتره عم نفكر نقعد عن سهري مروان قلبي قلبي دخيلكم بردان وبتضر تلحف يا ابن الرقروق قال جوزناهم لنخلص من خراهم راحوا جابوا عشرة وراه العمى بقلبك مروان حياتي شو فيها اذا اول فتره قعد خي عنه وبعدين بنرجع بنقول له حاجه تحكي بقى انا مجوزك الك ولا مجوز خيك ولا مجوز اهلك يخرب بيتك بتجيبوا الجلطه والسكري مع بعضهم الله لا يوفقكم لحظه لحظه عم بتقول انه شغل ما فيه وبيت ما فيه كيف بدك تعيشها لبنتي عيشت كلاب عوعو سامع فيهم كيف بده يعيشها بده يعيشها على حساب صحتي واعصابي قال كيف بدك تعيش بنتي بيسالوا مروان شوفي اللي ساعة سكتت لك قدام الزلمة ايه شو يعني؟ خلص تخنت ايوه ايه بتعرف مين كتير رح يعصب بس يعرف عم تحكي عني وعن خيي بهالطريقة مين رح يعصب يا بعدي؟ بابي مين؟ بابي بابي؟ كل عمرك تقولي أبا صرنا بابي عادي بيحمل ايه؟ خلص جرصنا دخيلك دخيلك كل شي ولا يزعل بيك سعادة السفير بيا سفير؟ لك أي بيا سفير بيا بسوق حمير لا ما اخرى من حنا الا حنان ايه بس انا بنتي معوده تاكل صمون رح تاكل خرا يا يا والله لا سلسلكم وتسلسل انا بفرجيك من خيي معلم نعم سكتي انت هول بيت الرقروقي ما بتعرفهم لا ما بعرف لك هولي كل عمرهم يجيبوا قالب الجبنه يحطوه ثلاث سنين ليعفن وتطلع ريحته بس ليقولوا انه عم ياكلوا روكفور بنتك فايتي على عائله كلاب كحيانه جربانه جوعانه بعدين هول من فئة الشيانلو هول مولو مثل ما عم خبرك ليك هلا هي سلاقية شو بدك فيها؟ ما سمعتك وهيدا شعاري سمعوا كيف بتعو نعم قولوا كيف عو كيف بتعو نحن معو هلا بلش تحول ليك طلع شايفه؟ ما عمل لك ليك يا عريس سؤال صغير سيارة عندك سيارة؟ ويه وصلت معلوم عنده سيارة طولة ست امتار بيحتار وين بده يصفها؟ يا عاد لك هذا إذا بنتك تجوزته سقفة فان تبع ال 250 ليرة أنت هول بيت الرقروقي ما بتعرفهم كل عمرهم يلبسوا شحاحيط ومخططهم نازلة أصابيع إجرام بيا هيك نصنا بقى سكتي بيا بيعيطوله بالحي أبو أصبع مثل ما عم خبرك بعدين هيك بنفه خلصنا بقى ولك يا مروان زدت كتير هالقد نحن هيك بنمخيت نحن هيك بنمخيت ما أخذتك بتمسحي بكمك وليه أنا بس ولو سهر أختي بتمسح بكمه أنت كلهم يحكوا إلا أنت بكمك كل عمرك تمشي وتضري يا مروان عبي قلبك عمي شوف سيت وليه يا عمي خلاص ربيتك قلت لك عائلة خرب خرا ما عم تصدقنا خلاص خيي ما تزعل خلاص
يلا ما تبكي مثل صغار. خلصنا حبيبي. ليك يا عريس شو رأيك بعد الشيء اللي سمعته من حضرة الأستاذ؟ شو تعليقك؟ تفضل علق لشوف. علق ولا؟ علقي على الأوراق نعوتك مش اللي خلقك. علق. شو بدي أحكي؟ أحكي يحكوا فيك الحكمة وهزوا براسهم يمين وشمال. شو بدي أقول؟ قول قول شيء تنقالي قوالك. قول علق. عم يقلك عم يسألك. قول. خي شو بيك مثل صغار عاش تبكي حكي معه للزلمة. ولك أحكي؟ عمو أديب. نعم. صاري معه حق؟ اها شرفها؟ انا كنت بفكر انه بكره مع الوقت انا وناتالي ايد بايد الا ما نكون نفسنا. بعدين معلش عمو ادي. نعم. انت عم تعطي بنتك لشاب ادمي عمو ادي. اصغر ابن اصغر شفتك. ايه بس حبيبي بس. يلا بلش بلش نمخاط. خلص حبيبي خلصنا. بخالي شو بدك فيه؟ ليك يا ابني انا دايما بقول انه المصاري بتجي وبتروح. مزبوط عمو اديب. المهم انه انت تكون ادمي. انا ادمي عمو اديب. حاجة تمسح فيي. أنا من جهتي بقول مبروك مبروك مبروك. لا إلنا ساعة ونص عم نحكي. آخر شيء بتقول له مبروك. إيه مبروك. أصلاً مبين عليك هيئتكم أنتوا طيزان بفرد الباس. لا بعدين لحظة بلا أنت جربان وكحيان أكتر منهم. ليه بقى؟ إلنا ساعة قاعدين وين الضيافة؟ يا حي ضيافة قدامك فضل خذ لك حبة ولو. هاي بياخذوا منا حبة. ها قربوا لي عادي عادي. قرب دلقهم هون حطهم هون. ما ترد لا قرب. لا لا قرب دلقهم مثل حطهم مثل السكس ويل كلهم لحطهم كلهم يخرب بيتك لحط الصينية. ها هدي لقلك هدي هول بليموك انت بتاكل وبتخرى معلم. ليك بنتك بلا ونقع وشرب ميت شباب للزواج بطلنا ما بقى عنا. كيف هيك صار؟ ما هو الزلمة اللي مبروك. الله لا يبارك فيك. بدي اتجوز. ان شاء الله بتتجنس. العبا بقلبك عمي. لا كثير هالقد مروه خلص زدت كثير. مسيو انا معي رقمك على فكره. بكره بنمرق لعندك. ان شاء الله بتمرق عليكي محدا اللي بتعملك 40 متر ضهر. يا مروه خلص تبع عيب قدام الزلمه اذا هو قال ايش. لا 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 ظهروا يا حوس. لا 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 ظهر يا تتربك تتجوز. العبا بقلبك ظهروا يا نور.